بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا الأطباء، يا رب تكونوا بخير والصحة والعافية. إن شاء الله محاضرة جديدة وآخر محاضرات مادة الأوبثالمولوجي، بس بداية الصوت واضح كتقولي أوكي حتى نبدأ المحاضرة إن شاء الله. طبعا اليوم إن شاء الله تكون محاضرتنا الثانية وكذلك هي الأخيرة بالأوبثالمولوجي اللي هي عبارة عن محاضرتين. نبدأ اليوم طبعا تكملة المحاضرة السابقة. إحنا بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن الأي بول أناتومي، كذلك تكلمنا عن ديزيز معين مثل الكاتاراكت، مثل الجلوكوما، مثل الريفراكتيف ايرورز، كذلك تكلمنا عن الماكيولار اند ريتينال ديزيزز. فبالتالي اليوم إن شاء الله محاضرتنا راح نتكلم عن أشياء كلش مهمة تخص قضية البيوبولاري كنترول، قضية المايوسيس الميدرياسيس، أيضا تخص مواضيع مهمة تخص الأي موفمنت الأي ماسلز. أوكي، فبالتالي اليوم راح تكون محاضرتنا هذا الشيء كلش مهم، يعني لازم واحد يركز زين، يحاول قدر الامكان يفهم زين. اكو هواي شغلات، اكو هواي باثويز راح نحكي عنها اليوم، لكن هي بنفس الوقت بس تركز بس تفهم انت راح تفهم القصه بالضبط. فبالتالي قدر الامكان كلش مهم تكون مركزين زين بالمحاضره. نبدا اول شيء بمحاضرتنا اللي هي البيوبولاري كنترول. احنا طبعا بالمحاضره السابقه شفنا انه احنا عندنا سفنكتر ودايليتر ماسلز، وعرفنا السفنكتر هي المسؤوله عن المايوسيس، اما الدايليترز فكانت هي مسؤوله عن شنو؟ عن الميدرياسيس، وهذا الشيء تكلمنا عنه بالمحاضره السابقه. طيب خلينا نحكي شويه عن الباثويز مالتها، عن شلون يصير عندي مايوسيس، شلون يصير عندي ميدرياسيس، شنو القصه بالضبط؟ ببساطه طبعا احنا اذا دا اجي اباوع هنا من اباوع هنا، اول نقطه اريد تخلوها ببالكم انه الصوره نستقبلها بالراتينا معكوسه، وهاي النقطه تخلوها ببالكم كلش مهمه. يعني شنو؟ يعني تشوفون هذا اللون الاحمر، هذا اللون الاحمر اعتبره شنو؟ نيزل لو تمبرال، هذه النيزل اوكي بارت. هاي الصوره افترض العين تباوع على هاي المنطقه حتى تكون بعد اوضح بالنسبه لكم. انا افترض اباوع على هاي الصوره الموجوده قدامي اوكي، وهاي عندي هاي الاي اوكي، او خلي ارسمها كاي بول. اباوع على هذا المربع وعندي هاي الاي بول، عندي هنا الرتن. شلون انا راح استقبل الصوره؟ تخلونوا ببالكم من هسه شيء منطقي ومفهوم، انه الرتنا الصوره تستقبلها بشكل معكوس. يعني شنو؟ يعني انا هذا البارت خلينا نرسم تو ايز حتى تكون الامور اوضح بعد اوكي. هاي مثلا هذه الرايت اي اوكي، هذا النيزل بارت من الاي صح لو لا، وهذا التمبرال بارت صح لو لا. نفس الشيء من الصوره، هذا النيزل بارت اللي هو قريب من هنا، وهذا التمبرال نفس الشيء. النيزل بارت راح يجي على التمبرال بارت يستقبله، اما التمبرال بارت فيستقبل النيزل بارت. هاي نقطة كلش اساسية تفتهموها، انه الصورة توقع عبرتنا بشكل معكوس، النيزل تمبرال والتمبرال نيزل، السوبيرر انفيرر والانفيرر سوبيرر. هاي النقطة لازم تفهموها، مثل نظام الكاميرا اوكي. فبالتالي هاي النقطة اساسية حتى نرجع هنا تشوفون هذا عندي هذا النيزل بارت، هذا النيزل بارت الموجود، خلي غير لون، هذا النيزل بارت الموجود بيقع هنا على التمبرال بارت. اما هذا دا اشوف هذا التمبرال بارت من الصوره بيجي وين؟ بيجي على النيزل بارت من الراتينا. فهاي اول نقطه اذا اخليها ببالي اساسيه، انه الصوره تجيني بشكل معكوس. هاي اول نقطه اخليها اوكي، متفقين عليها؟ عندنا مشكله لو تمام؟ طيب انا هاي الصوره طبعا من اجي اباوع على شيء، احنا ما راح نحكي على الفيجوال فيلد، احنا راح نحكي على الفيجوال فيلد ليتر اون، راح نحكي على التفاصيل هذا الباث واي مر عليه. لكن انا هنا اردفتها بكم شغله، من اجي انا اباوع على عندي ضوء معين، هذا الضوء راح ينتقل طبعا عن طريق من هو؟ عن طريق الاوبتيك نيرف هذا الاستيميليشن، وعندي افرنت باث واي يمشي يوصل الى غايه وين؟ الى غايه سبيشال نيوكليوس اللي هي موجوده هنا، اسميها ايدنجر وستفال نيوكليوس. هذه ايدنجر وستفال نيوكليوس عباره عن سبيشال نيوكليوس قريبه على الاورجن مال ثيرد كرينيال نيرف اوكي، الها مهمه كلش بعمليه المايوسيس، وكذلك ايضا تشارك مو بس المايوسيس، ايضا تشارك بمالتيبل فانكشن مثل ما راح نمر عليها ليتر اون. فاذا من يجي اللايت راح تنتقل الان، من يصير عندي لايت قوي، ضوء قوي بيجي على العين يتوجه، راح تجي هذا الباث ويمشي الى غايه ما يوصل على الايدنجر وستفال نيوكليوس. هاي ايدنجر وستفال نيوكليوس ايش راح ترسل؟ راح ترسل لي فيرست نيورون اللي هو يجي من هذه الايدنجر وستفال نيوكليوس الى غايه السيلياري جانجليون، عن طريق شنو؟ عن طريق الثيرد كرينيال نيرف مثل ما واضح عندكم. فاذا الثيرد كرينيال نيرف هو يعتبر الباث واي بتوين الايدنجر وستفال نيوكليوس، وكذلك بتوين السيلياري جانجليون. هنا نخليها ببالي.
بعدها طبعا السيلياري جانجليون راح يرسل لي السكند نيورون عن طريق الشورت سيلياري نيرف. اوكي، هذا الشورت سيلياري نيرف راح يروح يسوي ستيموليشن للسفنك تيليبيوبلي ويسوي يساعدها يصير عندي مايوسيس. فهاي النقطه كلش مهمه اخليها ببالي واساسيه ما انساها. اني ببساطه عمليه المايوسيس هي عباره عن شنو؟ انه اني اللايت بيجي ينتقل عن طريق الاوبتيك نيرف السكند كرانيال نيرف بيوصل عن طريق مالتيبل باث واي الى غايه ما يوصل الى ادنجر وستيفان نيوكليس. طبعا هو قبل يوصل اكو شيء اسميه البريتكتال نيوكليس، لكن انا مو موضوعي هنا، اركز اني وصل عندي ادنجر وستيفان نيوكليس. هي هذه راح ترسل لي عن طريق الثيرد كرانيال نيرف الى السيلياري جانجليون، والسيلياري جانجليون هو راح يبعث لي الشورت سيلياري نيرف ويساعدني بعمليه المايوسيس الكونستركشن. اوكي، فبالتالي من اجي هنا المايوسيس هو عباره عن شنو؟ طبعا المايوسيس عباره عن كونستركشن، عباره عن باراسمباثيتك اكتيفيتي، وهذا الشيء حكيناه ام 3، هذا الشيء تكلمنا عنه. عندي الفيرست نيورون يجيني من الادنجر وستيفال نيوكليوس الى السيلياري جانجليون عن طريق الثيرد كرانيال نيرف، وهذا اللي شفناه. وراها طبعا اذا هذا هو عندي هذا الفيرست نيورون، اذا بدي الخصها هذا هو الفيرست نيورون. السكند نيورون طبعا يا هو راح يجيني، السكند هو الشورت سيلياري نيرف اللي يوصل للسفنكتر بيوبلي مصل ويساعد لي بعمليه المايوسيس. فانا حتى ما انسى الشورت سيلياري نيرف يصغر لي البيوبل، اوكي، يقلل لي الدايميتر. فالشورت سيلياري نيرف يسوي لك شورتنينج للبيوبل دايميتر، فحتى ما تنسى وتعرف قضيه المايوسيس. هاي اول نقطه نحكيها بمحاضره اليوم. طيب نيجي على النقطه الثانيه اللي هي ايضا مرتبطه بالنقطه الاولى وايضا شرحها لها علاقه بالنقطه الاولى، وهو البيوبلري لايت ريفلكس. ايوه، احنا واحده من الشغلات مثلا ابسط شيء بايكول ممكن تمر عليكم، انت من يجيك شخص عندك دا تشوفه هذا ديد لولا، انت واحد مالتيبل ريفلكسز تسوي صح لولا، واحده من عندها اللي هي البيوبلري لايت ريفلكس، تجيب لايت توجهه على الاي تشوف اكو ريسبونس لو عندي فيكس دايليتد بيوبل. اوكي، فبالتالي شنو قضيه البيوبلري لايت ريفلكس؟ ببساطه انت من يجي لايت على الرتنا، من يوصل للرتنا راح ينتقل عن طريق السكند كرانيال نيرف اللي هو من هو اللي هو الاوبتيك نيرف، يوصل الى سبيشال نيوكلياس اللي هي اسميها بريتكتال نيوكلياس اللي هي هنا موجوده، هذه البريتكتال نيوكلياس. هذه البريتكتال نيوكلياس موجوده عاده بالميد برين. اوكي، راح تسوي لي اكتيفيشن للاي دبليو نيوكلياي اللي هي الادنجر وستيفان نيوكلياس، راح تسوي لها ستيموليشن. فمن راح يصير لها ستيموليشن راح يصير عندي بيوبلري كونستركشن عن طريق شنو؟ عن طريق مثل ما عرفنا الفيرست نيورون السكند نيورون، وساعدني بالبيوبلري كونستركشن. لكن هنا أنا اسال سؤال كلينيكال حتى نفتهم القصه، من انت توجه اللايت على اي وحده، الاي الثانيه بها ريسبونس لو لا؟ بالضبط، اي من اوجه على اي معينه راح اشوف التو اي البوث ايز راح يصير بيها كونستركشن، يصير بيها مايوسيس. فالاي اللي انا موجهها اللايت اسميها دايركت ريسبونس، اما الاي الثانيه اللي صار بها ريسبونس الكونترالاترال سايد فراح اسميها كونسنجوال ريفلكس. فهاي النقطه اخليها ببالي، عندي الدايركت اللي هي السيم اي، وعندي كونسنجوال اللي هي الكونترالاترال اي. فهاي النقطه اخليها ببالي كلش مهمه، انه انا من اسوي الونيشن الون اي راح يصير عندي بايلاترال بيوبلري كونستريكشن. فهاي النقطة إذا أخليها، فببساطة أنا إذا عندي البيوبلري لايت ريفلكس إذا أشوفه بضوء هاي الصورة، أنا عندي اللايت من أوجهها على الآي مثلا أنا وجهته بهذا الاتجاه، رايح يمشي عن طريق الأوبتيك نير إلى غاية ما يوصل وين؟ يوصل لي هنا للبريتكتال نيوكليوس الموجودة بالميد برين. البريتكتال نيوكليوس إذا أباوعلها عندها ستيموليشن للإدنجر وستيفان نيوكليوس بهذا السايد، وايضا عندها ستيموليشن للكونترالاترال سايد. فبالتالي هذا الستيموليشن راح يخلي الاي دبليو نيوكليوس تبعث لي فيرست اوردر نيورون عن طريق الاوكيولو موتور نيرف الى السيلياري جانجليون، وهو يبعث لي السكند نيورون عن طريق الشورت سيلياري نيرف للسفنكتر بيوبل اللي مصر فيصير عندي مايوسيس. والكونترالاترال سايد نفس الشيء، انا البريتكتال راح تسوي ستيموليشن للاي دبليو، والاي دبليو راح تبعث لي عن طريق الاوكيولو موتور نيرف الى السيلياري جانجليون، والسيلياري جانجليون عن طريق الشورت سيلياري نيرف الى السفنكتر بيوبلي، ويصير عندي عمليه المايوسيس باي لاترال مايوسيس. اوكي، فهذا اللي اسميه بهاي الجهه اللي جا بها اللايت اسميه دايركت ريسبونس، الجهه الثانيه ايش اسميه؟ اسميه كونسنجوال ريسبونس. هاي النقطه اساسيه اخليها، فالمايوسيس والبيوبلري لايت ريفلكس شفتها كلش مرتبطه مع بعضها.
واضحه الفكره عندنا مشكله بيها؟ لو اوكي لحد هالسر جيد، خلينا نجي نحكي على المدرياسس اللي بيها حكي كلش مهم ويفيدنا. المدرياسس هو عباره عن دايليتيشن، عباره عن دا اسوي لارجمنتس للبيوبل دايمتر، اوكي؟ هي عباره عن دايليتيشن، اوكي؟ عن طريق شنو؟ عن طريق السمباثيتك اكتيفيتي، وشفناها عن طريق الاي 1 بالتحديد، وهذا الشيء حكينا عنه بالمحاضره السابقه. المدرياسس الباثوي مالته شويه مور كومبليكيتد، راح يكون شلون بالضبط؟ ببساطه هسه راح نلخصه ونحاول نفهمه قدر الامكان تكون الامور واضحه، اوكي؟ اتصور انا مخلي الصوره هنا، وحتى هذه الصوره اللي عندكم بالكتاب واضحه، بس انا مخلي الصوره بعد هنا. لاحظوا هنا هاي الصوره. تشوفون اني من يصير عندي مدرياسز، من اكون انا من شخص موجود بلايت قليل، شنو راح يصير عنده ببساطه؟ الهايبوثالاموس اللي هو قدامكم، الهايبوثالاموس، اوكي؟ هنا الهايبوثالاموس ايش راح يصير عندي بالضبط؟ الهايبوثالاموس راح يبعث لي ستيمولاي عن طريق شنو؟ عن طريق الى سبيشال اريا اللي موجوده تقريبا بالسيرفايكال والثوراسيك، يسوي لها ستيموليشن. هاي الموجوده بالسيرفايكال والثوراسيك اللي يسوي بها ستيموليشن راح تبعث لي السكند نيورون. لاحظوا هنا هذا السكند نيورون، خلي اغير اللون بعد. انا هذا الفيرست نيورون اجاني من الهايبوثالاموس الى السباينال كورد، هذا الفيرست نيورون. السكند نيورون راح يجيني من السباينال كورد الى شنو؟ الى السوبيريور سيرفايكال جانجليا، هذا كله اسميه السكند نيورون. وراح يجيني طبعا الثيرد نيورون اللي راح يمشي على طول الانترنال كاروتيد ويا الانترنال كاروتيد ويكمل از لونج سيلياري نيرف لغايه ما يوصل للدايليتر بيوبل اللي يسوي دايليتيشن بالبيوبل. فاذا اشوف المدرياسس الباث واي مالته ينزل اكثر، اشوف هايبوثالاموس وراح يروح الى سبيشال اريا بالسبينال كورد، وهذا كله فيرست اوردر. السكند نيورون دا يروح من شو اسمه السبينال كورد الى السوبر سيرفايكال جانجليا، هذا السكند. وراها الثيرد راح يمشي از الونج ثوراسيك سوري لونج سيلياري نيرف ويسوي ستيميليشن للدايليتر بيوبلي. فبالتالي اذا اشوف الباث واي مالته دا ينزل يختلف عن الباث واي مال مايوسيس. فمن ارجع مره ثانيه على الكتاب حتى نوضح القصه، طبعا الصوره ايضا اكو صوره موجوده عندكم بالكتاب بس راح اوضحها ويا الهورنر سندروم. المدرياسز هو عباره عن عندي فيرست، هو عباره عن سمباثيتك اكتيفيتي، الفيرست نيورون يجي من الهايبوثالاموس للسباينال كورد، وبالتحديد عندي سبيشال اريا نسميها سيليو سباينال سنتر اوف بادج، اوكي؟ اللي هي موجوده بين سي 8 الى تي 2. لهذا تتذكرون قبل ما كنا نحكي اذا عندي ليجن سي 1 وابض ممكن البيشنت يجيني بشنو؟ ومن يتذكر من كنا نحكي عن السباينال كورد ليجنز، من يتذكر قلنا انه اذا كان سي مثلا سي 1 ابض ممكن يجيني البيشنت بالضبط بهورنر سندروم. هسه راح نعرف بالضبط شنو قصه الهورنر ويا المدرياسس باث واي مثل ما راح نشوف. فاذا انا افتهمت الفيرست نيورون يجي من الهايبوثالاموس للسباينال كورد، السكند نيورون راح يطلع لي من السي 1 وهذا اللي يفسر لي اللي حكيناه الى السوبيريور سيرفايكال جانجليون، اوكي؟ الموجوده طبعا قريبه من السمباثيتك تشين، قريبه من اللانج ابيكس، لهذا مرات البيشنت اللي عنده بانكوست تيومر واحده من المانيفستيشن اللي حكيناها قلنا شنو عندهم اللي عندهم بانكوست تيومر؟ من يتذكر بالريسبيراتوري؟ بالضبط قلنا واحده من الشغلات اللي ممكن يجيب عندهم هورنر سيندروم، يعني ببساطه ممكن يسوي لك كومبريشن على هذا الباثوي مال مدرياسس مثل ما راح نفتهم بعد شويه، اوكي؟ فبالتالي اذا انا عرفت الفيرست نيورون يجي من الهايبوثالاموس للسباينال كورد، السكند يجي من السباينال كورد الى السوبيريور سيرفايكال جانجليا، وطبعا يمر بالسمباثيتك تشين، يمر باللونج ابيكس، يمر بالسبكليفيان فيزلز. الثيرد نيورون طبعا راح يطلع لي هو من السوبيريور سيرفايكال جانجليا ويمشي along internal carotid artery، يمر عن طريق الكافيرنس ساينس الى حد ما يدخل الاوربت از along ciliary nerve ويسوي stimulation للدايليتر pupil مصل، فيصير عندي مدرياسس دايليتيشن. لكن تخلي ببالك هذا السمباثيتك باثوي اللي دا احكي عنه مو فقط يسوي لك stimulation للدايليتر pupil، انما راح يعطيك stimulation لتو اذر structures، وهي راح يعطيك stimulation للسموث مصل موجوده بالايلد تساهم لك بالريتراكتر، اوكي؟ نعتبرها ماينر ريتراكترز للايلد، اوكي؟ ترفع لك شويه الايلد، وايضا تنطي ستيميليشن للسويت جلاند بالفيس والفور هيد،
لهذا قلنا الهورنر سيندروم هو عباره عن شنو هذا ترجعون؟ عباره عن توسس، نتيجه ليش؟ عنده مشكله بالسموت مصل الموجوده بالايلد. عباره عن انهيدروسس، لان عندي مشكله بالسويت جلاند مال فيس والفور هيد. عباره عن مايوسس، لان عندي مشكله بالدايليتر بيوبلي مصل. فهمتوا هسه الباث واي ليش يجي البيشنت عنده الهورنر سيندروم هاي المانيفستيشن؟ اوكي عندنا مشكله لو تمام بالنسبه لكم. جيد، فبالتالي انا لو اجي ارجع على الرسم الموجود عندكم ببساطه، انا اذا اشوف عندي هذا الهايبوثالاموس راح يجي لي الفيرست نيورون ينزل الى غايه ما يوصل الى السيليو سباينال اريا اوف بالج. اوكي هنا من يصير له السينابس راح يطلع من السي 1 ويكمل هذا السكند نيورون، طبعا هذا الفيرست نيورون. اوكي هذا السكند نيورون يكمل لغايه ما يوصل الى السوبيريور سيرفايكال جانجليا. طبعا بهالحاله السكند نيورون راح يمر باللانج ابيكس اللي هي السبكليبيان بازلز، كلها راح يمر بها. وراها طبعا هذه الثيرد نيورون راح يطلع لي، الثيرد نيورون راح اشوفه يسوي لي ستيميليشن. طبعا اكو جزء مباشره للسويت جلاند، لهذا اكو مرات ليجن ممكن يجيني سبيرنج للسويت جلاند مثل ما راح نشوف. جزء ثاني يروح طبعا للدايليتير بيوبلي، واكو جزء ثالث دا يروح للسموث مصل اوف ايليد. لهذا من يصير عندي دفت بهذا الباثوي، دفت بهذا الباثوي، دفت هنا أنا ممكن يجيني البيشن شنو عنده؟ عنده هورنر سيندروم، توسس، انهيدروسس، اند مايوسس. ها ليش؟ لان انا ببساطه الدايليتر مصلز افكتد، اضافه لهذا السموث مصل الموجوده بالايلد ايضا تكون افكتد، والسويت جلاند ايضا تكون افكتد، فالبيشن يجيني بالتيبيكال ترايد اوف هورنر سيندروم. واضحه لحد هنا؟ عندنا مشكله لو اوكي يا اطباء. تمام، فبالتالي هنا ايش يقول لك؟ يقول لك اللونج سيلياري نيرف اوكي يساهم لك بالبيوبل دايليتر، تخلي لك البيوبل دايميتر لونجر. اوكي فهاي النقطه خليها ببالي اساسيه. طيب نجي نحكي طبعا على الهورنر سندم، وراح ارجع على الماركس جاني بيوبل. اوكي رغم انه احنا حكيناها قبل طبعا الماركس جاني بيوبل. هورنر سيندروم هو عباره عن sympathetic denervation of the face. يجي البيشنت بتراي اللي هي توسس، عندي سلايت دروبنج اوف ايلد. اوكي اضافه لهذا النتيجه الافكتد للسموث مصل الموجوده بالايلد، ايضا يجي البيشنت عند انهايدروسس عند ابسنس اوف سويتنج. ليش؟ لان ببساطه انا عندي الانرفيشن مال السويت جلاند بالفيس والفورهيد ايضا تكون افكتد، وايضا يجيني عند مايوسس البيوبل كونستركتد. ليش؟ لان دايركتر بيوبل مصل ايضا افكتد. يبقى لازم تخلي ببالك الليجن شنو بالضبط، احنا دائما شنو الكيسز اللي ممكن تسوي لي هورنر سيندروم. ببساطه عامه من اعرف الفيرست نيورون شلون يمشي والسكند نيورون وين ماشي والثيرد نيورون وين ماشي، انا اقدر افهم ببساطه المانيفستيشن مالتها. اذا تبغون طبعا الفيرست نيورون هو هذا اللي بيجي لي من الهايبوثالموس ويمر بالبرين ستيم وينزل بالسبينال كورد. فبالتالي ممكن يصير بي ليجن نتيجه البونتاين هيموريج، واضح هذا الشيء. اوكي ممكن اضافه لهذا حالات اللاترال مادولاري سيندروم ايضا ممكن يكون افكتد بهالحاله. واذا ترجعون احنا قلنا بوقتها السمباثيتك موجود باللاترال، صح لو لا؟ من جماعه الاس. اوكي من قلنا سنسري، قلنا السنسري نيوكليوس مال تراجمنال نيرف والسباينوثالاميك وحده من عندها ايضا قلنا السمباثيتك. اوكي فبالتالي باللاترال مادولاري سيندروم. ايضا بحالات سباينال كورد ليجن اباف تي 1 هذا الشيء حكيناه من قلنا بالبراون سكوارد سيندروم، ممكن يجيني البيشنت عنده هورنر سيندروم لكن شرط انه هو اباف تي 1، هذا الشيء تكلمنا عنه. وايضا بحالات السنجو ميديا ايضا اذا كانت اباف تي 1 بالليت ستيجز ممكن يسوي افكتيف. اوكي فاذا هاي اساسيه اخليها الفيرست نيورون، انا بس اعرف الباث واي مالته اقدر اقول برين ستيم سباينال كورد المشكله عندي. اوكي بالمقابل من اجي انزل على السكند نيورون اللي هو يمر بالابكس اوف ذا لاين، يمر اضافه الى هذا طبعا هي السبكليبيان فازلز، راح اشوف ممكن يصير بي ليجن نتيجه الكومبريشن اوف جانجليون بالتحديد باي بانكوست تيومر، وهذه اعتقد شيء منطقي واعرفه. اما الثيرد نيورون فهو اللي يمر ويا الانترنال كاروتيد ارتري، لكن اخلي ببالي ترى اللي ينطي سويت جلاند انرفيشن ما له علاقه بالانترنال، يمشي ويا الاكسترنال، لاحظوا يمشي ويا الاكسترنال. فبالتالي راح يجيني البيشنت اللي مثلا انجري للسمباثيتك بارت عاده ويا عمليه الكاروتيد دايسكشن راح يجيني الانهايدروسس يكون عاده ابسنت، ما عنده انهايدروسس، عنده سوتنج ماكو مشكله. ليش؟ لان ببساطه دا اشوف انه السويت جلاند انرفيشن
بيمشي ويا الاكسترنال كاروتيد ما يمشي ويا الانترنال كاروتيد. فهاي النقطه كلش مهمه اخليها ببالي واساسيه حتى اعرف المانيفستيشن واعرف هورنر سندروم بالضبط شنو هو. فاتصور الموضوع بس تتصوره تعرف القصه شنو الفيرست نيورون من الهايبوثالمس للتي 1، السكند من التي 1 للسوبيريور سيرفايكال جانجليون، الثيرد من السوبيريور سيرفايكال يكمل لونج سيريور نيرف ويوصل لي للدايليتر بيوبل لي. طبعا اضافه لهذا يعطيني السويت جلاند ويعطيني السموث مصل اوف ذا اي. فهي بس اتخيلها افكر بالقصه راح اعرف الديفرنشال دايجنوستس اوف ذا ليجن واعرف المانيفستيشن اوف ذا ليجن. فبالتالي انت ما تحتاج تحفظ بس تفهم القصه راح تمشي الامور كلش تمام. اوكي واضح الهورنر سندروم عندنا مشكله اوكي بالنسبه لنا كلش تمام. خلينا نحكي لعد عن انذر ليجن اللي هو الماركوس جان بيوبل. هذا ايضا يسموه عباره عن ريلاتيف افرنت بيوبولاري ديفكت. احنا قلنا من حكينا عن اللايت ريفلكس اذا تتذكرون قلنا ينتقل عن طريق الاوبتيك نيرف صح لو لا؟ وقلنا من الاوبتيك نيرف راح يوصل للبريتكتال نيوكليوس والبريتكتال تسوي انرفيشن للاي دبليو الايدنجر وستفال نيوكليوس بايلاترال. اوكي وهاي الايدنجر وستفال في كل منطقه راح تنطي الفيرست نيورون عن طريق الثيرد كرينيال نيرف الى غايه شو اسمه الجانجليون. ووراها طبعا من الجانجليا راح يطلع لي شنو من الجانجليا طبعا راح يطلع لي الشورت سيلياري نيرف اللي هو راح يكمل لي طبعا على السكند نيورون الى حيث ما يوصل للسفنكتر بيوبلي ويسوي لي مايوسيس. هذا كلها حكيناها قبل شويه وتكلمنا عنها بالتفصيل. فبالتالي هنا طبعا اجي احكي عن ماركوس جان بيوبل شنو المشكله. انا عندي افرنت بيوبلاري ديفكتس. اوكي ببساطه من اسوي لايت اوجه اللايت لعين معينه اوكي راح اشوف ريسبونس يختلف شنو بالضبط. لاحظوا هنا لاحظوا افترض انا عندي هذه 1 اي وهاي عندي الاي الثاني. اوكي عندي هذا البيوبل وعندي هذا البيوبل. افترض هذه ديزيزد اي هاي ديزيزد وهذه النورمال. من اجي اوجه اللايت مالتي اوكي اللايت دا اوجهها على هاي العين ايش راح يصير عندي؟ هذا كل الباث واي راح يمشي بالاوبتيك نيرف الى حد ما يوصل للبريتكتر والبريتكتر راح يسوي ستيميليشن للاي دبليو بايلاترال ونمشي القصه مالتنا الى حد ما نوصل ويصير عندي شنو؟ مايوسيس. وهذا الشيء منطقي. دا يصير عندي دايركت ريسبونس واضافه لهذا يصير عندي كونسنجوال ريسبونس ماكو اي اشكال. لكن من اجي اوجه اللايت هنا بالاي اللي تكون هي ديفكتيف بس راح نحكي احنا ممكن شنو الليجن ايش راح اشوف؟ راح اشوف بالعكس بدل ما يصير عندي مايوسيس راح يصير عندي ميدرياسيس. اوكي فبالتالي هو ببساطه ليش قالوا هم افرنت بيوبولاري ديفكتس؟ لان احنا نشوف احنا حتى النورمال اي يصير بها ميدرياسيس بدل المايوسيس. اوكي فبالتالي انا عندي مشكله بالافرنت ريفلكس. انا عندي مشكله الباث واي ما يسعد لي فبالتالي ما يصير عندي ريسبونس فيصير عندي ميدرياسيس انستد اوف مايوسيس. فمن ارجع اذا انا على الكتاب والحكي اللي عندي ببساطه هو عباره عن افرنت بيوبولاري ديفكت. من اوجه اللايت للنورمال اي اوكي هنا انا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كونستركشن اوف ابسي لاترال اون كونترا لاترال اي اثنيناتهم راح يصير بيها ريسبونس. فانا ما عندي اي مشكله من اوجه اللايت بالنورمال اي هذا حال النورمال. لكن لاحظوا من اوجه اللايت للافكتد اي اوكي راح اشوف الابسي لاترال اي والكونترالاترال اي اثنيناتهم راح يصير بيهم دايليتيشن انستد اوف كونستركشن راح يصير ميدرياسيس بدل مايوسيس. اوكي لقوا هاي القصه نتيجه شنو؟ لان انا عندي مشكله بالكوندكشن اوف لايت عندي مشكله غالبا نتيجه الانجري للاوبتيك نيرف بالافكتد اي. فاذا هاي القصه ليش؟ لان هم منطقي قالوا انا من دا اوجه الاي اللايتس للنورمال اي دا اشوف البوث اي دا يصير بيها مايوسيس. فاذا انا عندي الافرنت معناها عندي الاوكيلوموتور معناها عندي البريتكتر معناها عندي الادنجر وستيفال نيوكليس اثنيناتها ماشيه وشغاله والامور اوكي وتمام. لكن من اوجه على الديزيز اي ما يصير عندي ريسبونس يصير عندي ميدرياسيس نوت مايوسيس. فقالوا اذا المشكله اساسا بالاوبتيك نيرف. اوكي فبالتالي وهذا ثبت هذا الشيء من خلال انه لقوا انه يشوفوها بالبيشنت اللي عندهم ام اس مالتيبل سكلروسيس انه يصير عندهم اوبتيك نيورايتس. ايضا يشوفوها بمالتيبل اوبتيك نيوروباثي مثل جاينت سيل ارثرايتس ممكن ايضا اشوف قضيه الماركوس جان بيوبل. فبالتالي من هسه كلش مهم تعرفون الماركوس جان بيوبل شنو وتميزوها عن بيوبل ثانيه راح نحكيها واحنا حاكيها قبل وراح نحكيها اليوم مره ثانيه.
فبالتالي اوكي واضحه عندنا الماركس بيوبل شنو بالضبط، شنو قصته، ليش تصير عندي، لو اكو سؤال استفسار. كل زين، فبالتالي هاي النقطة كلش مهمة أخليها ببالي. نيجي نحكي على another area وهو الـ accommodation reflex. شنو ببساطة الـ accommodation؟ accommodation احنا حكيناها بالمحاضرة السابقة، وأني ببساطة الـ accommodation إنه أنا يصير عندي changes بالـ ciliary muscle shape أو sorry changes بالـ ciliary muscle حتى تأثر لي على الـ lens shape مثل ما حكينا بالمحاضرة السابقة. أنا الـ accommodation من أباوع على near object راح يصير عندي contraction للسيلياري مصر، فتسوي لي relaxation للزونيول للسسبنسر اللي قبلت، فتخلي لي اللينس تكون مور كونفكس مثل ما حكينا بالمحاضره السابقه، حتى شنو، حتى اقدر اباوع على النير اوبجكت. هذا ببساطه هو الاكوموديشن. طيب ايش يصير عندي بالاكوموديشن ببساطه؟ انه انا ببساطه عندي changes بالاوبتيك باور تو فوكس اون نير اوبجكت، فبالتالي على الاكوموديشن استخدمه بالنير اوبجكت ما استخدمه بالفار اوبجكتس. هاي واحد. النقطة الثانية، منو المصل المسؤول عن هذا؟ هي السيلياري مصل. اوكي؟ هي راح تغير لي الشيب اوف ذا لينس. وطبعا اضافة لهذا الاكوموديشن ايضا يصير بي مايوسس، خلوها ببالكم. الاكوموديشن ريفلكس عبارة عن 3 بارتس. بي كونفيرجنس وهو انه الاي تمشي ميديالي. هسه اي واحد من عندكم خليه يقرب اصبعه على عينه او يجيب اي اوبجكت قريب عليه ويشوف مثلا يصور بموبايل ايش يصير ريسبونس بالعين مالته. راح يشوف انه البوث اي راح تمشي ميديالي، ليش؟ حتى تباوع على هذا الشيء بالنص. فانا عندي اول شيء كونفيرجنس، انه الاي موف ميديالي حتى تجي تتابع وتتبع الاوبجكتس، هاي واحد. الثانيه طبعا هذه ما راح نقدر نلاحظها، بس انت من خلال شو اسمه الريسبونس راح تعرف انه هي موجوده. راح اشوف الفوكال باور راح تختلف، يصير عندي الاكوموديشن وهي انه اللينس شيب راح تتغير حتى تقدر تتاكد انه اللايت مالتي الصوره مال الاوبجكت توقع مباشره على الرتنه، لا قدامها ولا وراها. فبالتالي هاي النقطه الثانيه بالاكوموديشن ريفلكس. اضافه الى هذا الثالث راح يصير عندي بيوبولاري كونستريكشن، يصير عندي مايوسيس، اوكي؟ حتى قدر الامكان تمنع لي شو اسمه الدايفرجنت لايت، اوكي؟ تخليني مركز دائما على هذا السنترال بارت، اوكي؟ فيصير عندي مايوسيس. فالريفلكس هذا عباره عن تايب اللي هي كونفرجنس accommodation and meiosis. Medial movement of the eye, or can go nasal movement of both eye. إضافة إلى هذا عندي change the shape of the lens اللي هو accommodation. عندي constriction of pupil اللي هو meiosis. هاي التايب اللي هي اللي تسوي لي accommodation reflex. واضحة عندنا مشكلة؟ أوكي كلش تمام. طيب. فبالتالي احنا هنا ما دام عرفنا الاكوموديشن، عرفنا اللايت ريسبونس او اللايت ريفلكس، خلينا نحكي عن شيء اسميه ارجايل روبرتسون بيوبل. وهذا احنا حكيناه بمالتيبل بارت، حكيناه ويا المايكروبيولوجي، حكينا على السفلس بالنيوروسفلس بالتحديد، ايضا حكيناه بالسبانال كورد ليجن، حكينا عن التيبيس دورزالس، ودائما يمر علينا ونحكي عنه اللي هو الارجايل روبرتسون بيوبل. هذا ايضا يسموه بروستيتيوت بيوبل، اوكي؟ دائما يربطوه ويا نيوروسيفلس، تيرشري سيفلس، اوكي؟ يجيك البيشنت شنو عنده؟ عنده نو كونستركشن تو لايت، انه شافه من اوجه اللايت ما يصير عنده مايوسيس. لكن بالمقابل من اجي اسوي اقرب اوبجكت من عنده يصير عنده اكوموديشن ومايوسيس، اوكي؟ فشافوا هذا الشيء غريب، هذا الشخص يصير عنده اكوموديشن بس ما يصير عنده رياكشن تو لايت. فهذا سموه بروستيتيوت بيوبل، اوكي؟ ببساطه يصير هو عنده اكوموديشن بس بالمقابل، يعني شنو اقصد؟ يعني من اسوي اكوموديشن اجيب اي اوبجكت اقربه عليه البيشنت يصير عنده مايوسيس، لكن بالمقابل من اوجه لايت ماكو مايوسيس، اوكي؟ فبالتالي هو اكوموديت بس نوت رياكت، اوكي؟ لقوا شنو القصه؟ اكو هوايه ثيوري تربط هذا الشيء، بس وحده من الثيوري اللي هي الاصح انه لقوا انه يعتقدون انه ذولا اللي عندهم ارجال روبرتسون بيوبل بالتحديد بالتيرشري سيفلس يصير عندهم انجري اور دامج للبريتكتال نيوكليوس، لان هذا البريتكتال نيوكليوس انه هي بارت اوف لايت ريفلكس. اذا كنا احنا من كنا نوجه اللايت البريتكتال كانت تعطيني للاي دبليو بالابسيلاترال والكونترالاترال سايد، صح لو لا؟ فبالتالي لقوا انه هذه البريتكتال نيوكليوس هي بارت من اللايت ريفلكس
بس هي ما مو بارت من الاكوموديشن ريفلكس. فقالوا اذا غالبا المشكله انه احنا عندنا وين؟ عندنا مشكله بالبريتكتر نيوكليوس في هاي الاي بتسوي اكوموديشن مايوسيس اون اكوموديشن بت نو رياكشن تو لايت. اوكي فهي اكوموديت بت نوت رياكت نسميها بروستيتيوت بيوبل ار جاي روبرتسوني بيوبل. واضحه هاي الفكره؟ عندنا مشكله. اوكي هسه عرفنا الفرق بين الماركوس جان بيوبل والار جاي روبرتسوني بيوبل. الماركوس جان ببساطه الافكتد اي نتيجه الاوبتيك نيرف ديفكت نتيجه الافرنت بيوبولار ديفكت. راح اشوف من اوجه اللايت بالافكتد اي بالديزيز اي يصير عندي مدرياسيس انستد اوف مايوسيس. الار جاي روبرتسوني بيوبل يصير عندي مايوسيس بالاكوموديشن بيصير عندي بس ابدا ما يصير عندي مايوسيس باللايت ريفلكس. هذا اسميه ار جاي روبرتسون بيوبل. فاثنيناتها لازم اميزها واعرفها كل زين. طيب نيجي ندخل بموضوع كلش مهم واساسي اللي هو الاوكيولار موتيليتي. اتصور هذا الموضوع كلش سهل بالنسبه لكم، مار عليكم هوايه وتعرفوه كل زين وسامعين عنه هوايه، وهو انه كل مصل من يجيها نيرف سبلاي وشنو الفانكشن مالته. احنا خلينا نتفق، قلنا انه انا عندي كل الاي ماسلز يجيها انرفيشن عن طريق الثيرد كرانيون نيرف باستثناء الاس او اللي هي السوبيرير اوبليك يجيها من الفورث، وكذلك اللاترال ريكتس الال ار يجيها من السكس، وهذا الشيء اتفقنا عليه وحاكيه كلش هوايه. فبالتالي الكرانيون نيرف نمبر 4 التروكليير راح شو اسمه الكرانيون نيرف سوري نمبر 6 راح يعطيني لللاترال ريكتس، اما النمبر 4 هذا فراح يعطيني وين؟ للسوبيريور اوبليك، وهذا الشيء اتفقنا عليه اس او 4 لاتر ريكتس من السيكس، وهذا الشيء متفقين، اما البقيه فيجيها من الثيرد كرانيان نيرف، فمطلقا ما ننسى هذا الشيء، اصلا احنا متفقين بهاي الحاله. طيب خلينا نجي نفهم كل وحده شنو الموفمنت مالتها بالضبط، ساعدني شنو بيا تايب اوف موفمنت. اول شيء خلينا نجي على ذول اللي عندهم خلينا نقول سنجل بلين اوف موفمنتس، اوكي؟ اللي هي الجماعه شو اسمه؟ الجماعه الميديال واللاترال ريكتس، دا اشوف الميديال ريكتس دا تسوي لي ادكشن، اوكي؟ هاي الميديال ريكتس، طبعا هذه ليفت اي وهذه رايت اي، فبالتالي دا اشوف عندي الميديال ريكتس دا تسوي لي ادكشن، الميديال ريكتس دا تسوي لي ادكشن، ويجيها انرفيشن مين؟ من الثيرد كرانيال نيرف، موجود هذا رقم ثلاثه. بالمقابل اللاترال ريكتس اللي يجيها من السكس من الابدوسنت نيرف ايش راح اسوي؟ طبعا يسوي لي ابدكشن، يسوي لي ابدكشن، فهي النقطة أيضا أخليها ببالي وأعرفها، اللاترال ريكتس تسوي لي ابدكشن. طيب أجي هنا على السوبيريور ريكتس والإنفيريور ريكتس، هذول أسمائهم تنطيني فكرة، السوبيريور ريكتس تنطيني يسوي لي إليفيشن، أوكي؟ لكن أيضا هي تساعد شوية بالموفمنت أوف الأي لاترالي. تسوي لي ايضا الانفيرير ريكتس ديبرشن تنزل لي الاي وشويه موفمنت لاترال، اوكي؟ فبالتالي هاي النقطه خليها ببالي. نفس الشيء ابغى هنا السوبيرير ريكتس تسوي لي اليفيشن بالاي بس ايضا موفمنت لاترال، فهي تساعد شويه بقضيه الاليفيشن اكستورشن اوت سايد موفمنت. نفس الشيء الانفيرير ريكتس تسوي لي ديبرشن ايضا اوت سايد موفمنت للاي ابدكشن، فهاي النقطه خليها ببالي حتى اميزهم وين؟ عن السوبيرير والانفيرير اوبليك اللي هم عكس الشيء، عكسه، الانفيرير اوبليك راح تسوي لي اليفيشن، السوبيرير اوبليك تسوي لي ديبرشن، لكن اثنيناتهم يساعدون بالموفمنت اوف ذا اي ميديالي، اوكي؟ فهاي النقطة كلش مهمة دائما نحن ننسى ونغلط فيها، فخلي ببالي الانفيرير اوبليك هم بالعكس، الانفيرير تسوي لي اليفيشن، السوبيرير تسوي لي ديبرشن. لكن اثنيناتهم ايضا يساعدوني بالموفمنت اوف ذا اي ميديالي اور نيزالي، فهاي النقطة اميزها كلش حتى افرقهم عن منو؟ افرقهم على الريكتس مصل السوبيرير والانفيرير ريكتس مصل. واضحة عندنا مشكلة لو اوكي بالنسبة لنا؟ تمام. فاني ببساطة من ابدا افحص اللاتر ريكتس باي اي اقول للبيشنت يباع مثلا افترض انا ابدا افحص اللاتر ريكتس بالرايت سايد، اوكي اقول للبيشنت باعه بهذا الاتجاه باعه بهذا الاتجاه، اذا ارد افحصه بهذا الاتجاه اقول له باعه بهذا الاتجاه باعه بهذا الاتجاه، صح لو لا؟ هذه نريد يعني باعه لي بهذا الاتجاه افحص هذه اللاترال ريكتس، باعه بهذا الاتجاه افحص هذه اللاترال ريكتس، وهكذا باي موفمنت ارد افحصه، ارد افحص الميديا ريكتس اعكس حسب كل مكان الرايت لو ليفت سايد ارد افحص وهكذا. يبقى تخلي ببالك من ارد افحص الاوبليك مصر يعني شنو هو؟ يقول لك دائما اوبليك جو اوبوزيت، يعني الليفت سوبيرير اوبليك اذا اريد اسوي لها والليفت وكذلك الليفت انفيرير اوبليك اذا اريد اسوي لها فحص لازم اخلي البيشنت يباوع
بالرايت باو بالاوبوزيت، يعني شنو القصد؟ يعني انا ببساطه اقدر افحص هسه مثلا من قال لي اقدر افحص الليفت سوبيرير والليفت انفيرير اوبليك، اللي هي هذه الليفت سايد، هذه السوبيرير اوبليك وهذه الانفيرير اوبليك. من ابدا افحصهم اكيد راح اقول للبيشنت باوع تو ذا رايت، ليش؟ لان هم يساعدوني بالموفمنت ميديالي، اقول له باوع مثلا فوق ويمنه هيك باوع، اوكي؟ فالتايمين باوع وفوق ويمنه معناها شنو؟ دا افحص عن الانفير اوبليك، من اقول له باوع فوق جوا ويمنه ايضا دا افحص السوبير اوبليك مال ليفت سايد، اما الرايت سايد فراح اقول له باوع فوق ويسار هذه راح افحص الانفير اوبليك، باوع جوا وياها يسار دا افحص السوبيرير اوبليك. اتصور هذه واضحه بالنسبه لكم، بس تخيل انت الموفمنت، انت اكيد راح تفحص كل اي انديفيدوال، ما راح تفحص، انت تقدر تفحص مثلا ميديال واللاترال ريكتس، تقدر تفحصهم سويه طبعا، بس مو مال سيم اي، مال وان اي لاترال ريكتس وايذر اي ميديال ريكتس، بس احنا ما نفضل هذا الشيء، تفحص اي اي انديفيدوال، كل سايد تفحصها بالتحديد عن طريق كل الموفمنت، تخلي يباوع هيج بهذا الاتجاه ويباوع بالاتجاه الثاني اب داون، وكذلك يباوع هذا الاتجاه هذا الاتجاه هذا الاتجاه هذا، حتى تفحصها كل الموفمنت وتتاكد منها. واضحه اطباء؟ عندنا سؤال استفسار لو اوكي بهاي البوينت. تصور كلش واضحه، بس انت تخلي ببالك بالضبط كل وحده ايش تسوي موفمنت، تقدر تعرفه كلش. طبعا اكو شيء سبيشال لازم نعرفه اللي هو شيء يسميه بلو اوت فراكشر، اللي هو عباره عن فلور اوف ذا اوربت فراكشر، فراكشر للفلور اوف ذا اوربت، اوكي؟ هذا طبعا يصير نتيجه دايركت تروما، اوكي، واحد مغلوب على وجهه مباشره ممكن يسوي لك دمج للفلور اوف ذا اوربت، هاي المنطقه اللي تشوفوها. المشكله دائما يقول لك يا مصل تكون افكتد، تعرفها الانفيريور ريكتس مصل هي موست لايكلي تكون افكتد، اوكي، ممكن يصير بها انترابمنت، وايضا اضافه لهذا الانفرا اوربتال نيرف الموجود هنا ايضا ممكن يصير بها افكتد، لكن دائما يجيبون هذا السؤال عندك بلو اوت فراكشر ويجيب لك صوره وياها تشوف هنا هذا الليجن، اوكي، ويقول لك تتوقع هذا يا مصل تكون افكتد يا مصل صار بها انترابمنت، الجواب هي الانفيريور ريكتس مصل، فخلوها ببالكم كلش مهمه. اوكي، عندنا سؤال استفسار عن هذا البارت؟ اوكي لحد هسه. جيد، ما دام احنا حكينا خلينا نحكي عن الكرينيال نيرفز بالسي، اوكي؟ احنا حكينا تتذكرون عن قبل عن الكرينيال نيرفز ليجن مثلا، حكينا بالتحديد اللي من حكينا عن مثلا الترايجيمنال، حكينا الفيغاس، الهايبوجلوسال، الاكسسوري، كل هذه تكلمنا وانه يا هي يصير بيليفيشن ابسيلاترال وكونترالاترال، وكل هذه تكلمنا عنها، وقلنا بوقتها بصوره عامه النيرفز اللي لها علاقه بالاي موفمنت راح نحكيها ان شاء الله ليتر اون بالاوبثالمولوجي، وهسه صار وقت انه نحكيها. خلينا نحكي عن اول واحد اللي هو الثيرد كرانيال نيرف. الثيرد كرانيال نيرف بي تو بارتس، بي موتور بارت وبي باراسمباثيتك بارت. الموتور بارت اللي هو اسمه موتور يساعد لي بالموفمنت اوف ذا اي، اما الباراسمباثيتك فهذا البارت اللي مسؤول ببساطه عن المايوسيس مثل ما شفنا، اوكي، فبالتالي شنو كل واحد وظيفته وشنو يساعد له وشنو القصه مالته. اول شيء بيقول لك انه ترى الكرينال نيرف عنده بوث موتور اند باراسمباثيتك بارت، لكن يهمني تعرف ترى الموتور بارت موجود بالسنترال، موتور بالميدل، الباراسمباثيتك موجود بالبريفري. فارد اسال هنا السؤال قبل ما انطلق واكمل حكي، افترض 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 صار عندك تيومر هنا وضغط لك على الاوكيولو موتور نيرف، يا هو راح يجيك بايرلي مانيفستيشن باراسمباثيتك ديفيسيت لو موتور ديفيسيت. هنا اسال سؤال، عندي تيومر سوى كومبريشن على الكرينيال نيرف ثيرد كرينيال نيرف، راح يجيني بموتور ديفيسيت لو باراسمباثيتك ديفيسيت، يا هو يجي ايرليير؟ بالضبط، انا اتخيل التيومر دي يسوي كومبريشن فروم اوت سايد، هذا شيء طبيعي، اوكي؟ فبالتالي هذا الكومبريشن راح ياثر على البريفري اللي هو الباراسمباثيتك، بيرفكت، متفق وياكم كل الزين. زين اسال سؤال ثاني ورا ما اقول لكم معلومه. اذا قلت لكم البلود سبلاي بالاوكيولوموتور نيرف بيجي فروم اكسترنال تو ذا انترنال، يعني يجي من الاوت سايد للانسايد، بيمشي بهذا الاتجاه، بيمشي بهذا الاتجاه. إذا قلت لكم صار عندي اسكيميا، يا بارت يكون افكتد ايرليير، هل هو الموتور ولا الباراسمباثيتك؟ تخيلوا انتم برايكم. بيرفكت، دام المكان البعيد عن البلود سبلاي، فبالتالي اتوقع الموتور بارت هو راح يتاثر بالبدايه، ليش؟ لان هو البلود سبلاي مالته بعيد، ما يجي
فبالتالي هذه ممكن شوي يجيها، ممكن تمشي امورها، لكن الموتور هو راح يصير بي اسكيميا ايرليا بيرفكت. عاش فيكم، هاي النقطه كلش مهمه تفهموها من هسه. طيب ما دام احنا فهمنا هاي النقطه ان شاء الله تكون سهل يكون الكرانيال نيرف نمبر 3. ببساطه اتفقنا عندنا موتور اللي موجود بالميدل سنتر، موتور ميدل اوكي، عندي بارا سمباثيتك موجود بالبريفري، بارا بريفري بي بي اوكي. عاده راح يجي الكومن كوز اوف كرينال نيرف ثيرد كرينال نيرف دامج هي ممكن تكون اسكيميا. ولاحظوا هنا الاسكيميا يقول لك راح اسوي بيوبل سبيرنج، ليش؟ لان الموتور فايبرز هي موجوده بالسنتر، فهي راح تكون افكتد ايرليير بالاسكيميا. وهذا الشيء انتم جاوبتوه قبل شويه ووضحتوه، فبيرفكت. اذا انا من عندي دا اشوف بيشنت بيشوف بيصير عنده مايوسيس وعنده اوكي لايت ريفلكس تمام، بس بنفس الوقت ما عنده موتور موفمنت، عنده بيرنت للثيرد كرانيال نيرف موفمنت اللي هي دا احكي عن السوبيرر ريكتس، كذلك دا احكي عن الانفيرر ريكتس، احكي عن الانفيرر اوبليك، عن الميديا ريكتس، مباشره نقول هذا موست لايكلي عنده اسكيميا، وهذا الشيء اتفقنا عليه. ايضا احيانا يصير دمج للثيرد كرانيال نيرف بالانكل هرنيشن، وتتذكرون بالهرنيشن حكينا بالانكل هرنيشن انه ممكن يصير عندي دامج للثيرد كرانيال نيرف اوكي، والبيشنت ايضا ممكن يصير عنده كوما، هذا الشيء حكيناه. ايضا بنحكينا على الانيوريزم، تتذكرون من قلنا انتيرير كوميونيكيتنج وبوستيرير كوميونيكيتنج، قلنا من قلنا اذا عندنا انيوريزم بالبوستيرير كوميونيكيتنج ارتري ممكن يصير عندي دامج للثيرد كرانيال نيرف، وترجعون هذا الشيء حكيناه ايضا بالانيوريزم. فبالتالي ممكن يصير البيشنت يجيك بسدن اونست هيدك سيفير هيدك، وياها طبعا عنده تشينجز بالثيرد كرانيال نيرف فانكشن. واحده من الشغلات اللي افكر بها انه انا عندي انيوريزم بالتحديد وين؟ بالبوستيرير كوميونيكيتنج ارتري، هذا الشيء حكينا عنه واتفقنا عليه من محاضره الانيوريزم. اضافه لهذا طبعا الكافيرنا ساينس ثومبوسس قلنا يمر به بوقتها ثلاثه اربعه وكذلك خمسه 1 و 2 طبعا مو كل الخمسه، وكذلك الستة كلها تمر ككرينيال نيرفز تمر بي اوكي. فبالتالي من يجيني بيشنت عنده بروكتوسس عنده ساين اوف انذر كرينيال نيرف دامج، واحده من الشغلات خليها ببالي هي كافيرنا ساينس ثرومبوسس. واخيرا طبعا الميد برين ستروك، اذا تتذكرون حكينا بيا ديزيز، من يتذكر يا ديزيز كان يجيني عنده ثيرد كرينيال نيرف بالسي وياها كونترالاترال هيمبليجيا، يا هو من الميد برين ديس اوردر. احنا حكينا تتذكرون من يتذكر يا هو كان يجيني عنده كونترالاترال هيمبليجيا والابسيلاترال كرينيال نيرف ثيرد كرينيال نيرف بالسي، من يتذكر يا ديزيز سمينا. الوبر سندروم، تتذكرون الوبر سندروم؟ ارجعوا اليه، قلنا بوقتها هو هذا اللي راح يجيك البيشنت عنده كونترالاترال هيمبليجيا نتيجه للانفولفمنت للكورتيكو سباينال تراكت وابسيلاترال كرينيال نيرف بالسي اوكي، بالتحديد الاوكيولو موتور. صح لو لا تذكرتوه رجعتوا له لو لا؟ كل زين عاشتيكم. فاذا انا عندي مالتيبل ديفرنشال دايجنوسيس للثيرد كرينيال نيرف دامج، ممكن اسكيميا وقلنا هو الموتور عاده يكون افكتد، ممكن انكل هرنيشن هذا حكيناها سابقا، بوستيرير كوميونيكيتنج ارتي انيوريزم حكيناها سابقا، كذلك الكافيرنس ساينس ثرومبوسيس حكيناها سابقا، كذلك قضيه الوبر سندروم الميد برين ستروك يجيني كونتراكتر هيمبليجي وذ ابسيلاترال ثيرد كرانيال نيرف دامج. هذه كلها احنا حكينا ومرينا عليها سابقا. المعلومه الجديده هي الديستريبيوشن فقط مال كرانيال نيرف، انه السنترال موتور والبريفرال باراسمباثيك، وانه السنترال يكون مور افكتد بالاسكيميا، والا البقيه كلها اللي حد هسه احنا حاكيها قبل. طيب ايش راح يجيني كمانيفستيشن؟ اذا موتور بارت هنا راح يجيني الاكسترا اوكيولار مصر راح تكون افكتد اوكي؟ وطبعا قلنا هو ميلي بالاسكيميا، فاسكولار ديزيز مثل الدايابيتس، مثل كذلك الجلوكوز من يتحول الى سوربتول ممكن يسوي دامج اوزماتيك دامج بالثيرد كرينال نيرف، فبالتالي يقلل الديفيوجن اوف اوكسجين اند نيوترينتس اوكي، فيصير عندي دامج للموتور فانكشن. ايش راح يجي البيشنت عنده توسز والاي لوك داون، ليش؟ لان السوبيرير اوبليك ستيل فانكشن، وايضا اوت، ليش؟ لان ايضا عندي بالمقابل شنو هو؟ لاترال ريكتس ستيل فانكشنال، فالاي تكون داون وتكون ايضا لاترال تباور، ليش؟ لان انت ستيل عندك السوبيرير اوبليك وكذلك اللاترال ريكتس فانكشنال، وشوف ايضا عندك توسز، فهذا الموتور فايبرز اذا صار بها دامج. اما الباراسمباثيك فايبرز اذا صار بها دامج فهي موجوده بالبريفري، عاده يصير بها دامج نتيجه الكومبريشن مثل الانيوريزم
مثل الانكل هيرنيشن، مثل تيومرز، اوكي؟ فراح يجيك البيشنت عنده diminished or absent pupillary light reflex، اوكي؟ واضافه لهذا احيانا تلقى وياها down and out gaze. ليش؟ لان مرات ايضا يسوي involvement للموتور، لكن هو بالاساس بالبدايه يكون involvement للباراسمباثيتك فايبرز. فهاي النقاط كلش مهمه اعرفها بالثيرد كرانيال نيرف بالسي، اوكي؟ وطبعا تشوفون هاي البوزيشن مال الاي كلش واضح، باعج قد الاي ده اشوفها داون، اوكي؟ واضح انه داون ولاترال. ليش؟ لان ببساطه انا عندي لاترال ريكتس وسوبيريور اوبليك ستال فانكشن، اوكي؟ فهاي النقاط كلش مهمه اخليها ببالي واعرفها. عندنا سؤال استفسار له اوكي هاي البوينت لحد الان بخصوص الثيرد كرانيال نيرف. جيد. خلينا نحكي عن الفورث كرانيال نيرف، خلينا نحكي عن التروكليار نيرف. التروكليار نيرف يعطي انرفيشن من هو SO4 السوبيرر اوبليك، اوكي؟ فبالتالي بحاله من يصير بي دامج ايش راح يصير عندي؟ تخيلوا هذا البيشنت ايش راح يصير بي دامج؟ انا حتى افحص هاي السوبيرر اوبليك ايش راح اقول للبيشنت؟ دائما باوع للكونترالاترال سايد، دائما افحص الرايت سايد اقول له باوع لليسرى، وكذلك البيشنت شنو اقول له؟ اقول له باوع داونورد. ليش؟ لان افحص السوبيرر اوبليك راح اشوف البيشنت طبعا لليسرى ممكن يباوع. ليش؟ لان انا عندي لاترال ريكتس، بس راح اشوف الاي تمشي ابورد. ليش؟ لان الانفيرير اوبليك راح تكون هي الدوميننت، اوكي؟ فشوف انه البيوبل هاير ان افكتد اي، هذا الافكتد اي يشوف البيوبل اعلى من الثانيه. ليش؟ لان ببساطه عندك الانفيرير اوبليك راح تكون هي الدوميننت، ماكو سوبيرير اوبليك تعاكس الحركه مالتها، فشوف الاي تكون ابورد سلايتلي اليفيتد، اوكي؟ فتشوف دول البيشنت دائما شنو المشكله مالتهم؟ المشكله مالتهم من يصعدون الدرج لو من ينزلون برايكم؟ مشكلتهم دائما من ينزلون من الدرج، انت تخيل من تنزل انت شنو المشكله؟ من تنزل انت اصلا لازم راسك طبعا راح لازم تباوع جوا، فهم اصلا العين مالتهم ديفيتد ابورد، فشنو القصه مالتهم؟ فهم دائما يحاولون يسوون هيد تلت، اوكي؟ وينزلوا شويه حتى قدر الامكان يصير عندهم ادابتيشن لهذا التشينج، اوكي؟ فشوف يقول لك كاركترستيك هيد تلت تو كونترا لاترال ان افكتد سايد، اوكي؟ يفرون راسهم بالان افكتد سايد حتى قدر الامكان شنو هو؟ الاي تكون هذه سنترال موفمنت، فاهمين شلون القصه؟ يعني تخيل هذا الراس راح يفرها بهذا الاتجاه حتى هذه توقع سنترال وتمشي الامور يشوف، اوكي؟ ليش؟ لان ببساطه عندهم مشكله بال شو اسمه لاك اوف انتورشن اللي حكيناها، قلنا هي الساعه عندني السوبيريور اوبليك والانفيريور اوبليك انتورشن، اما الريكتس بتسوي لي اكستورشن اضافه الاب اور داون وورد موفمنت مثل ما حكينا، اوكي؟ فذول البيشنت كان نوت سي ذا فلور. ليش؟ من عندهم فورث كرانيال نيرف دامج، اوكي؟ ديفيكولتي جوينج داون ستيرز مثل ما قلنا، ديفيكولتي بالريدنج، وهذا الشيء تكلمنا عنه، ودائما هذا قضيه الهيد تلتنج دائما تنسالون عليه، خلوها ببالكم. اما السكس كرانيال نيرف فهو راح ينطي لللاترال ريكتس، فهذا الموضوع كلش سهل. راح اجي اشوف البيشنت اقول له باوع بهذا الاتجاه حتى افحص هذه اللاترال، طبعا اذا اقول له باوع بهذا الاتجاه بالبدايه هاي نورمال اي، هاي الاي راح تمشي هنا ما عنده اي مشكله، وهذه ميديا ريكتس راح تمشي ما عندنا مشكله. لكن من اجي اقول له باوع بالاتجاه الثاني اللي هو هذا الاتجاه مال الخط الاحمر اتجاه هنا، هذه الاي ما عندي مشكله، الميديا ريكتس راح تمشي، لكن هنا ما راح يمشي هنا. ليش؟ لان عندي اللاتر ريكتس تكون افكتد، بالتالي هو unable to abduct the eye، unable to move the eye temporally affected eye. فتشوف عاده يشوف الاي displaced medially in a primary position، حتى اذا البيشنت يباوع بس مثلا افترض هنا راح اشوف هاي الاي تكون موجوده هنا. ليش؟ لان اللاترال ريكتس تكون هي سوري الميديا ريكتس بهالحاله راح تكون هي الدوميننت، واللاترال ريكتس نون فانكشن، فالاي تكون اصلا شو اسمه ديفييتد ميديالي بالبرايمري جيز. فهاي النقطه خليها ببالي كلش مهمه. طيب عندنا سؤال استفسار عن هذا البارتي لحد هسه لو اوكي؟ أنا صراحة ما أريد أحكي عن الفيجوال فيلد ديفكت هسه يعني، فأخذوا بريك شوية، راجعوا اللي حكيناه هسه الساعة 4:49، أخذوا بريك 11 دقيقة لحد الساعة 5 نجي نحكي عن الفيجوال فيلد ديفكت، أريد أحكي يعني لأن الجزء الثاني حيكون كله عبارة عن فيجوال فيلد ديفكت وبتفاصيل هواية، فما أريد أحكي عن النص، أوكي؟ فإن شاء الله 10 دقائق 11 دقيقة ونرجع نكمل الجزء الثاني من المحاضرة.